بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد بحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله ولذيذه تشجعك كده تدخلي المطبخ تعملي اكل خطير. اول حاجه هنعمل شيش الكباب على الطريقه اليونانيه، وصفه سهله قوي مش قادره اقول لكم سهله ازاي. صدور فراخ مع شويه تتبيله يعني سهله جدا، وهنحطه في اسياخ وندخله الفرن نعمل احلى كباب فراخ بطعم حلو قوي. برضو تعتبر أكلة سريعة وسهلة لو مالكيش مزاج تطبخي، أو الولاد جايين من المدرسة بسرعة وانتي راجعة من الشغل، هل كان عايز تعملي حاجة سريعة أو وراكي أي نشاط طول النهار ومحتاجة وصفة سهلة كده على الغدا ما تاخدش منك وقت. وصفة خطيرة مع شوية مكرونة مثلا ولا حاجة، عظمة قوي. تاني حاجة هنعمل مخبوزات الكفتة، برضو دي حلوة جدا جدا. مقادير عادية جدا للكفتة، وهنكورها ونديها تشويحة على النار أو حتى ندخلها الفرن تستوي. وبعد كده معانا عجينة باف بيستري، هنقطعها كده مكعبات أو حاجة ونغلف بيها كل واحدة من الكفتة دولت، وندخلها الفرن تاني يدوب بس 6-7 دقايق العجينة بس تاخد لون حلو. يا جماعة بتطلع تحفة وظريفة جدا 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 لو انت يعني عايزة تدلعيهم وتعملي لهم أكلة كده شكلها حلو، أو عندك كفتة اوريدي كنت عاملاها وما اتاكلتش كلها بتقدري ايه تعيدي استخدامها تاني في عجينة وفي شكل حلو قوي هنقوله مع بعض. هتلاقيها ولا حد خد باله انها بايتة ولا حاجة خالص، بتطلع فظيعة. واخر حاجة هنعمل عصير مانجا باللبن، حلو قوي قوي، مكوناته كلها عادية جدا وظريفة جدا جدا. ان شاء الله تعمليه، ينفع كده في قاعدة يعني على المغرب كده في البلكونة ولا حاجة، والجو هيبتدي يحلو اهو. يا مسهل يا رب، احنا عشمانين كده الايام اللي جايه دي. خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين، الصيف راح. مع اني بحب الصيف برده بس احب الشتاء اكتر. هتلاقوا بقى ليالي الشتاء الجميله وبتاع، قبل ما الدنيا تسقع قوي هتلاقوا كده الايام اللي جايه دي قعده البلكونه بقى، فتعملوا معاها العصير الحلو ده تشربوه بالهنا والشفا ان شاء الله. نقول مقادير اول وصفه شيش الكباب اليوناني. معايا فراخ صدور او وراك مفيش مشكله، بس انا اللي معايا دلوقتي صدور من الفراخ متقطعه مكعبات زي ما هنعمل الشيش طاووق العادي، مكعبات مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، حجمها وسط كده وكويسه علشان تدخل في الاسياخ. التتبيله بقى معايا زيت، خل، ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح وفلفل، وخلطه اسمها التوابل اليونانيه. ايه بقى مروه التوابل اليونانيه دي؟ هتلاقوها في كل حته، موجودة في أي سوبر ماركت حتى لو سوبر ماركت عادي، مع التوابل. هتلاقوها عند العطار، خلطة كده من التوابل فيها زعتر، فيها بابريكا، فيها سنة كمون، استنوا كده، فيها كمان جوزة الطيب، خلطة كده ظريفة جدا وطعمها حلو قوي. فيها برضو أعتقد فيها ريحان مجفف، خلطة كده لطيفة جدا جدا هنحطها مع الفراخ مع التوابل كمان اللي انا قلتها اللي هو الملح والفلفل، وهنحط زيت زيتون وهنحط خل وعصير ليمون وثوم مفروم، هي بس كده. وهندهن بيها الفراخ ونقوم حاطينها في الاسياخ ومدخلينها الفرن تستوي. شفتوا بقى؟ بس خلاص انا قلت لكم الوصفة اهي سهلة جدا ان شاء الله تعجبكم. طلع هنا كده بولة ونحط زيت الزيتون تقريبا 3 معالق كبار مثلا ولا حاجة كده، ومعنا ثوم مفروم، هنحط كمان خل وليمون، خل وليمون، وملح وفلفل، ملح وفلفل، والتوابل اليونانية، خلطة كده من التوابل اليونانية الظريفة بس كده. ريحتها خطيرة. ومعانا الفراخ اهو، مكعبات الفراخ، بصوا ده الحجم بتاعها اهو، ايوه. وهنحطها كده على طول في التتبيله الحلوه دي كده، يعني يفضل طبعا انها تتساب شويه حلوين في التتبيله، تحطيها كده في التلاجة بقى يا سلام.
هتلاقي ايه الفراخ شربت التتبيله وعملت طعم حلو جدا للفراخ كده اهو. بس كده انا بقى هحضر الاسياخ. الاسياخ فين الاسياخ؟ اهي هجيب فرن قصدي اجيب صينيه فرن. يا جماعه خلاص انا عجزت. صينيه فرن والاسياخ. مش هنحط بقى خضار ولا حاجه، لو انتوا حابين تحطوا مفيش مشكله، يعني شرايح فلفل بقى مثلا، بصل، مفيش مشكله هتنفع برده زي ما بنعمل مثلا الشيش طاووق بتاعنا العادي كده اهو. تمام كده مثلا الاربعه الحلوين دول في السيخ، ونقوم رصينها كده. عايزين تحطوا اكتر، عايزين تصغروا قطع الفراخ يعني تبقى اصغر من كده برضو مفيش مشكلة، زي ما انتوا عايزين وحسب ذوقكم بقى وانتوا بتحبوا ايه كده اهو. كده وناخد سيخ كمان. فرن بقى سخن درجة حرارة 200. تمام ونحط صينية الفرن دي في الرف اللي في النص تقريبا لمدة 25 دقيقة، ممكن توصل ل30 دقيقة لما تلاقي الفراخ استوت وبقت ظريفة مفيش مشكلة. وزي ما قلت لكم تقدروا تحطوا ما بين الفراخ شرايح فلفل ألوان، بصل مثلا، كل ده هينفع طبعا وهيبقى تحفة وظريف جدا مفيش مشكلة. وكل واحد ده من العيال ياخد له سيخ كده فيه أربع حتت من الفراخ أو خمس حتت من الفراخ الحلوة دي مع طبق مكرونة يكونوا بيحبوه مثلا، هتبقى تحفة. أو في ساندوتش كمان هيبقى خطير جدا جدا، ان شاء الله تجربوه وتعجبكم. احنا عاملين منه شويه حلوين اهم هناك، استاذ احمد المخرج العظيم ما هيجيبها لكم اهي، فظيعه ولونها حلو جدا ومستويه وخطيره، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنروح فاصل نلم بقى كل الكلام ده ونرجع نعمل الكفته في عجينه الباف بيستري، حلوه قوي 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 كرات الكفته في عجينه الباف بيستري، هتعجبكم جدا. خليكم معانا بقى بعد الفاصل. انا جيت هنعمل دلوقتي وصفه ظريفه جدا اسمها مخبوزات الكفته او كرات الكفته بعجينه الباف بيستري، ظريفه جدا. عباره عن ايه بقى؟ انا معايا مقادير كفته اللي هي ايه، كيلو لحمه مفرومه يكون فيه نسبه دهن على الاقل 10% عشان يبقى ايه طعم اللحمه حلو. انتوا ما بتحبوش خالص تبقى فيها دهن براحتكم، بس اللي بيعمل لها طعم حلو الدهن اللي موجود فيها بيبقاش اكتر من 10% 15% بالكتير علشان الكفته ما تبقاش كلها دهن، يعني يبقى فيها لسه لحم. هنحتاج عليها بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، كمان تقريبا ربع كوبايه من البقسماط الناعم، بقدونس مفروم، طبعا معلقه من السبع بهارات او بهارات اللحمه، هنحط كمان معلقه من الثوم البودره، رشه من جوزه الطيب وبيضة وملح وفلفل. بس هي دي كده مقادير الكفتة. ومعانا كمان عجينة طبعا الباف بيستري موجودة بتتباع في كل السوبر ماركتس في اي حتة، في التلاجة جنب الجلاش والسمبوسة والحاجات دي في التلاجات هتلاقي عجينة الباف بيستري بتبقى مورقة ومليانة زبدة وحلوة جدا، بدل ما تقعدي تعجني وتعملي الحوارات دي كلها. انا بصراحة يعني زي الجلاش كده لازم يبقى فيه في الفريزر كده عندك عجينة لفة ولا لفتين من عجينة الباف بيستري للأزمات وللحاجات برضو السريعة بتبقى تحفة. هنقول تاني مقادير الكفتة، كيلو من اللحمة المفرومة نسبة الدهن فيها 10%، بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة أو مبشورة بس معصور منها تماما المية بتاعتها وناخد التفل بس، ربع كوباية من البقسماط الناعم، ثلاث معالق كبار أو معلقتين كبار من البقدونس المفروم، معلقة من السبع بهارات أو بهارات اللحمة، معلقة من الثوم البودرة، رشة من جوزة الطيب، بيضة وملح وفلفل. وبس خلاص هنجيب بولة.
ونحط فيها اللحمه المفرومه اهو، وهنحط عليها ملح وفلفل، ملح وفلفل، 7 بهارات، البقسماط الناعم، البصل، رشة من جوزة الطيب، الثوم البودرة، البقدونس المفروم، وبيضة واحدة بس كده اهو. دي كده خلطة ايه؟ الكفتة. وهنعجنها كده مع بعض حلوة قوي، ونعملها كرات كفتة. كرات الكفتة دي قبل ما نحطها في العجينة لازم تكون مستوية الاول. هنسويها ازاي؟ قدامك طبعا حلين مفيش غيرهم، يا هتسويها على نار البوتاجاز يا اما هتسويها في الفرن. شوفي الاسهل لك اعمليه. لو هتسويها على نار البوتاجاز، بعد ما بنكور الكفتة شوية زيت كده، ولا مثلا معلقة زبدة على معلقة زيت، وتشوحي الكفتة على النار لغاية ما تستوي، او تدخليها في صينية فرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 لمدة تقريبا 15 دقيقة، هتلاقي الكفتة استوت. بصوا كده اهو الحجم ده حلو قوي. عايزة تعمليها اكبر كمان من كده شوية مفيش مشكلة اهو. زي ما قلتلكوا هنفضل نعمل كده في الكفتة، ونسويها يا اما في الفرن يا اما على النار، او زي ما كنت بقولكوا في اول الحلقة، لو انت اصلا كنت عاملة كفتة وخلاص العيال كلوا منها ومتبقي لسه كفتة تاني ومش عايزين ياكلوها تاني وبتاع، اعملي الحركة دي، تبقى الكفتة اصلا مستوية تسويها. لو ما كانتش مستوية يعني وشايلة العجينة بتاعتها في الفريزر، او لو كانت مستوية ومتبقية من اكلة، نعمل بقى فيها الحركة دي، تاخديها وتجيبي عجينة باف بيستري وتعملي اللي انا هعمله معاكي حالا دلوقتي كده. مثلا اهو انا كورت كام واحدة، وتسويهم زي ما تحبي. نيجي بقى للجزء اللي فيه العجينة الخطير. انا في عندي في القرمة بتاعت العجين هرش رشة خفيفة خالص من الدقيق، وافرد عجينة الباف بيستري واقطعها مكعبات، واحط فيها الكفتة المستوية. انا طبعا معايا هنا كورتين من الكفتة المستوية عشان اوريها لكم. وانتوا لازم تسووا الكفتة لو مش مستوية، لازم تسووها. رش كده، ايوه رش الدقيق كده، ايوه دي الكفتة المستوية، ومعايا عجينة الباف بيستري اهو. هجيب سكينة ونفردها كده. بهذا الشكل الظريف. ويكون عندك بقى شوية جبنة موتزاريلا مثلا، او جبنة شيدر، زي ما انت عايزة. شوفي ايه الجبنة اللي عندك في التلاجة نستخدمها برضو مع الموضوع ده. انا كده فردت العجينة كويس قوي، نفضيها كده من الدقيق كده، وهحاول انمقها. واللي انا بقطعه ده انا برجع اعجنه تاني عشان اكمل الكميه اللي انا عايزاها. وفي اصلا عجينه الباف بيستري في منها بيتباع اوريدي متقطع مكعبات، بس عاده بيبقوا لازقين في بعض، فانت بقى اعملي انت المكعبات بنفسك كده. هاخد الكفتايه هنحطها، خلي بالكم كده في النص، انا عايزه ايه افرد شويه كمان كده اهو كده. ومعايا بقى جبنه موتزاريلا هنحطها كده من تحت هنا كده، معايا كمان جبنه شيدر هنا كده برضو، وهنا، والكفته المستويه زي ما انتوا شايفين
هتهنى يا استاذ احمد. ايوه، وايه هلف العجينه كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده اهو، واقفلها بقى كويس كده اهو، بس كده يا جماعه الكفته مستويه، ولفناها بعجينه الباف بيستري ونقرص عليها قرصه، فاهمين؟ كانك بتقرصي اللي ما بيخلصش الهوم ورك بتاعه، متخيله؟ كده اهو. يجي هنا برضو نفس الحكايه كده اهو، برضو قرصه محترمه كده للعجينه من فوق علشان نضمن انها ايه ما تفكش معانا كده بالشكل اللطيف ده. وهنديها مثلا دهن البيض كده، عليها رشة ملح وفلفل، في صينية في الفرن، فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، تقريبا 20 دقيقة مثلا او حاجة، هتلاقي اخدت لون حلو قوي وظريف، احنا عاملين منها هناك خطيرة. بيبقى جواها بقى الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر والكفتة المستوية، بيبقى طعمها تحفة. وعجينة الباف بيستري بتبقى مورقة كده ومليانة زبدة، فبتبقى تجنن بجد، اكله حلوه قوي قوي وسريعه. وزي ما قلت لكم لو عندك كفته بايته هتخبيها جوه الكلام ده وهتتاكل بالف هنا وشفا. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. هنطلع فاصل اخلص كل الكلام، نفتح واحده. طب استنوا ما نجيب واحده نفتحها قبل ما نطلع فاصل. ماشي. نفتح واحده. الله، بصوا هتهلنا هنا يا استاذ احمد لو سمحت، اهي خطيره. بصوا، ايوه عجينه الباف بيستري جواها الكفته اهو، بصوا سخنه وخطيره وتجنن اهي، تمام. وهتلاقوا عجينه الباف بيستري بصوا رقيقه ومستويه وفظيعه، هتعجب الولاد جدا جدا، ياكلوها ان شاء الله بالهنا والشفا. تقدروا كمان تحطوا جوه الكفته جبنه موتزاريلا لو عايزين، او تكتروا اكتر عشان تبقى بتشد اكتر، على كيفكم زي ما انتوا عايزين. فاصل الم اشيائي ونرجع نعمل عصير مانجا باللبن بقى، يعني بتاع المغربيه ده خطير. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت اخر فقره في هذه الحلقه، ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين بقى عصير ظريف اللي هو بتاع المغربيه ده كده في البلكونه، بما ان الجو ان شاء الله هيبتدي يلطف الايام اللي جايه، يعني نتمنى من الله ان شاء الله يعني تعملي بقى العصير الحلو ده، تمام. قبل ما نعمله بقى وقبل ما نعمل اي حاجه، في حاجه مهمه جدا جدا مش هينفع ما ناخدش بالنا منها دلوقتي على طول، كان المفروض من اول الحلقه بس معلش. يعني النهارده عيد ميلاد الاستاذ المخرج استاذ احمد عبد الحميد، بطل هذا البرنامج والشخص الخطير في هذا البرنامج. هابي بيرثداي تو يو يا استاذ احمد عبد الحميد، هابي بيرثداي تو يو يا استاذ احمد عبد الحميد. ان شاء الله دايما يا رب كده في احسن صحه وفي احسن حال، وفرحان باولادك يا رب ان شاء الله. وتحيه للمدام صاحبتي وحبيبتي برضو. والله يا استاذ احمد، لا ازاي بقى، ده حضرتك يعني عقبال مليون سنه. الله يخليك. نقول بقى المقادير، قولوا في سركم برضو هابي بيرثداي لاستاذ احمد عبد الحميد عشان ايه البرنامج ده يبقى خطير، عارفين يعني. معايا مانجا مجمده، مانجايتين ثلاثة كده تكوني مقطعاهم وشايلاهم في الفريزر، عايزينها تبقى مجمدة بس مش قوي، مش حطب يعني، يعني تطلعيها كده ربع ساعة قبل ما تبتدي نعمل العصير الحلو ده. فأنا معايا مانجايتين متقطعين، أوكي؟ هنحتاج معاهم 2 كوب من اللبن، لبن الحليب، وكوباية من المية، ومكعب شوكولاتة واحد بس، اللي هي الشوكولاتة المطبخ، عارفين بتبقى شوكولاتة المطبخ دي كده في منها مكعبات كبيرة، يعني تقريبا بما يعادل 2 كبار من الشوكولاتة، لو شوكولاتة قابلة للدهن 2 كده يكونوا ممسوحين يعني مش مليانين قوي، أو مكعب حلو كبير كده، يعني ممكن الأستاذ أحمد يجيب لنا حجم المكعب أهو، تقريبا 3 صوابع
جنب بعض. انا شلت صباع الرابع اهو صغير كده، هو ده المكعب الحجم اللي احنا محتاجينه. تمام. وعسل حسب الرغبه، هنحط معلقه كبيره من العسل وتقريبا مكعب ولا اتنين من التلج وبس خلاص. كل ده في الخلاط بقى، وادعولي بقى، حاجه ظريفه جدا ولذيذه جدا ان شاء الله. اول حاجه نعملها هنحط اللبن كده اهو، كوبايتين. يا خبر ابيض، لسه كنت اقول يا رب ما وقعش، ما لحقتش وقعت برضو. ويا جماعه ولا كانكم شفتوا حاجه ولا كاني وقعت، يعني بصوا مفيش حاجة خالص اهو، والبرنامج ما فشلش ولا حاجة، وكل حاجة ماشية زي الفل. اهو اهو، خلاص خلاص، شكرا. ونحط المانجا، المانجا المجمدة كده بس، ومكعب الشوكولاتة اللي احنا قلنا عليه، وعسل ابيض هنحط معلقه كبيره بس كده، شكرا يا عسل. ومكعبين ثلاثه كده من التلج، واحد اتنين ثلاثه اربعه، ها بس كده. غير بس الجلوفزات دي عشان بقى كلها لبن، ونضرب الكلام الحلو ده مع بعضه في الخلاط لغاية لما نتأكد ان كله اتفرم حلو قوي، ونبتدي بقى نحطه في الكوبايات او في الكاسات، بيبقى طعمه ظريف جدا ان شاء الله يعجبكم. كده بسم الله. شكرا يا خلاط يا ظريف. كاسات بقى الحلوة دي، وبما اننا اخترنا المانجا، احنا معانا كده شرايح مانجا، ممكن كده ايه مثلا نحطها كده على الجنب، يعني عشان نعمل ايه حركة ويبان الكاس من بره ان احنا حاطين جوه مانجا. لا استني يا مانجاية، استني مش كده اهو، كده اهو. وكمان نعمل هنا كده برضو نفس الحكاية، يعني لو تحبوا، علشان يبقى شكلها ايه بقى، شكلها خطير. بس كده ونحط العصير من فوق كده اهو، بس كده. وهنا كمان بس كده، خطير يا جماعة، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم جدا. ناس ممكن برضو نحط مانجا برضو من فوق مثلا، ولا ايه رأيكو؟ ماشي، احنا ممكن نحط كده شريحة مانجا من فوق كمان وبس خلاص. عصير ظريف جدا، مانجا باللبن، يجنن ان شاء الله تجربوه بنفسكم وهيعجبكم جدا جدا جدا. اوديه هناك بقى يا استاذ احمد. حاضر، اول ما تقولي شيليها شيله. شكرا. بس كده خلصنا الحلقه، يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله، والوصفات تكون ظريفه. عملنا ايه اول حاجه؟ عملنا الفراخ، شيش الفراخ على الطريقه اليونانيه،
تتبيله حلوه جدا، هتخلي طعم الفراخ ظريف واكله سهله تقدري تعمليها قبل ما الولاد يجوا من المدرسه على طول، مش هتاخد ابدا اي وقت وبتستوي في الفرن خطيره. الوصفه الثانيه عملنا كرات الكفته بالعجين او بعجينه الباف بيستري، حلوه جدا جدا. عملنا كفته وسويناها وبعدين غطيناها بعجينه الباف بيستري ودهنا العجينه كده بالبيض ودخلناها الفرن. وصفه حلوه قوي، خصوصا لو عندك كفته بايته وعايزه ايه تعملي لها كده اكله جديده بقى الولاد ياكلوها وتعجبهم ان شاء الله. واخر وصفه عصير المانجا باللبن، حلو جدا جدا، طعمه حلو قوي. حطينا معاه عسل ابيض، حطينا معاه شوكولاته، حطينا معاه كمان تلج ولبن ومانجا. جربوه كده قولوا لي ايه رايكم. بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، ببقى مبسوطه قوي بكل الكومنتس اللي بتكتبوها وان الوصفات بتعجبكم. ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى كلها اكلات سهله وسريعه، ما نقفش كتير في المطبخ، يبقى عندنا وقت لنفسنا، عندنا وقت نعرف نذاكر مع العيال شويه، ننام، نخرج، يعني تبقى الحكايه كده في وقت، في بركه كده في الوقت، فنعمل وصفه سهله وبسيطه ما نبقاش قاعدين طول النهار في المطبخ. فان شاء الله نعمل كده في الحلقات اللي جايه وتعجبكم. وقولوا لي برضو على كل الافكار اللي انتوا تحبوا ان احنا نعملها في البرنامج او الوصفات اللي انتوا عايزينها، وان شاء الله دايما نعملها لكم. تابعوني من يوم الثلاث ليوم الجمعه الساعه 1 على قناه النهار. باي باي.